السلام عليكم. معاكم دكتور أسامة الغنيمي، إن شاء الله هنشتغل مع بعض كورس الجافا الترم دوت أو الجزء الأولاني من كورس الجافا. إن شاء الله الدكتور عمرو الرزامي اللي يكمل الجزء الثاني بعدي. أنا موجود في المجموعتين فيس تو فيس. الجافا مادة تقيلة وتقولها يمكن في جزء منه فهم، وإن شاء الله نشتغل كويس ونحاول نفهم على قد ما نقدر، وفي جزء تاني إنه المادة طويلة قوي وكلها تفاصيل، فمحتاجين نذاكر أول بأول. يعني هتفهم ان شاء الله، بس هتلاقي نفسك لو انت ركمت على نفسك كده وجيت في الاخر هتلاقي نفسك مزنوق ومش عارف تلم كل حاجه، وخصوصا ان احنا الام تي كيو يعني بيخلينا نسال في التفاصيل قوي، فممكن تتسال في اي لقطه في اي حته، فمحتاجين بس نتابع من بدري. ده رقم واحد. وزي ما قلنا ماده الجافا دي مش مجال اكاديمي بس، مش ماده هتاخدها وخلاص. اي حد فيكم هيشتغل في مجال البروجرامنج هيتسال في الاسئله اللي انا ممكن اكون جايبها لك في الام سي كيو دي. انت لما تروح في انترفيو بيعملوا لك امتحانات تكنيكال قبل ما تتعين، فبتلاقي في اسئله شبه اللي احنا بنسال فيها. عشان كده حريصين ان احنا نديكم تفاصيل كتيره قوي في الماده دي، لان هي نقدر نقول ايه سورس كبير قوي لاسئله انترفيو يعني. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاستاف اللي شغال معانا انا والدكتور عمرو اعضاء التدريس، ومعانا الباشمهندسين مشونس ساره واحمد عثمان ومحمود واحمد عبد الباسط. ان شاء الله في المحاضرات الفيس تو فيس دول المعادين اللي هم النهارده الصبح الساعه 8:30 والنهارده الساعه 12:30 اللي احنا فيه ده، انا اللي شغال في الفيس تو فيس يعني لمده شهر ونص كده. ان شاء الله ناخد بالنا في ان المحاضره في الجدول عندكم نازله ساعتين وربع مش ساعة ونص، زي ما انت شايف كده دول ساعتين وربع هم في وسطهم 10 دقايق ريست برضو. فهي المحاضرة بتاعت الجافا تعتبر زي ما انت كنت تاخدوا محاضرتين في الاسبوع في اللوجيك، احنا هنا بناخد محاضرة ونص في الاسبوع الجافا. مش هنقدر طبعا نشتغل ساعتين وربع كاملين، هنشتغل ساعة ريست 10 دقايق ساعة ان شاء الله. ده الوضع بالنسبة للفيس تو فيس. وبالنسبة للاونلاين ده اللينك بتاع التيمز، تعالي معظمكم موجودين عليه دلوقتي، دكتور عمرو ضافكم عليه، لو حد مش موجود ممكن يخش على اللينك ده وتعالي هيوصل على التيم ويعمل جوين. وده ويب سايت عندي على الموقع، ممكن ننزل عليه ان شاء الله الماتيريال، بس غالبا الموقع بيبقى متاخر يعني على التيمز يعني، بس ان شاء الله الماتيريال كتلخيص يعني كل الماتيريال الموجوده كبي دي اف ومحاضرات هتبقى موجوده. الاونلاين زي ما احنا شايفين هو مش اونلاين، هو اوفلاين، هنسجل فيديوهات وننزلها باذن الله. المحاضره تبقى تنزل كامله، نامل يعني انها تبقى تنزل كامله قبل بدايه المحاضره الجديده يعني، حد اقصى مثلا يوم الاثنين ولا حاجه، بحيث انه يبقى قدامك يومين تتفرج على المحاضره فيهم. اللينك بتاعها هيبقى موجود على التيمز وهيبقى موجود على الويب سايت. ده المرجع اللي احنا شغالين منه. طبعا كالعاده بيبقى في مرجع يعني في المواد بتاعتنا اللي حابب يستزيد يعني، هل مطلوب نجيبه؟ لا مش مطلوب نجيبه. المصدر الاساسي بالنسبه لي هو السلايدز دي، هي دي الاساس. وبالاضافه الى انه الدكتور عمرو مشكورا عامل كتاب كده ومذكره للمعامل انه في معمل، فهيبقى موجود وبيشرح فيه بالعربي وكده يعني برضو للناس اللي حابه الموضوع ده، فده موجود في الدور الرابع علوم اساسيه. بالنسبه للسكاشن، الماده دي في الجدول ليها سكشنين، واحد عملي وواحد نظري، ولكن احنا القسم عندنا مش هيفتح معامل خالص الترم ده، ف سيكشن المعامل الموجود عندك في الجدول شيله ومبقاش موجود، وانا استايد عنه لانه الفيديوهات بتاعت المعامل مسجله، وخصوصا ان احنا مش محتاجين المعامل في حاجه، احنا مش محتاجين اجهزه سبيشال، مش محتاجين استروسكوب مثلا، ولا احنا محتاجين بندوليوم ولا الكلام ده كله، احنا كل اللي محتاجينه لابتوب. ولو احنا نزلنا فيديو يعني الباشمهندسين مسجلين تقريبا ثلاث ارباع المعامل بقت موجوده دلوقتي، موجود اللينك بتاعها على التيمز او هيبقى موجود خلال يوم او يومين، هتشوفوا الفيديوهات دي. واللي عنده اي مشكله هيكلم المعيد في السكشن بقى اللي هو النظري العادي، السكشن الثاني اللي هو الاونلاين او الفيس تو فيس. ده السكشن الاولاني. السكشن الثاني هو السكشن النظري، هو برده بيبقى فيه برامج يعني يعتبر عملي برده، فهو التركيز فيه الاساسي على الاونلاين برده يعني. المفروض ان كلكم تحضروا الاونلاين كل اسبوع، هيبقى فيه فيس تو فيس كل اسبوع، ولكن الاونلاين هيتشرح فيه اكتر يعني. لو انت هتاخدوا مثلا برنامجين في الفيس تو فيس ممكن يدي اربعه في الايه زمايلكم شغالين اونلاين الترم دوت، ياخدوا اربعه مثلا في الاونلاين لسهوله يعني الكتابه عن السبوره يعني، هو بيكتب على البرنامج او حاجه بتبقى اسهل واسرع يعني. فعايز تكتفي بالفيس تو فيس ماشي، عايز تكمل في الاونلاين برضو برامج زياده ده شيء ظريف. ده بالنسبه للسكاشن النظري. المعامل في اخر كل معمل في لاب اساينمنت، المفروض انه هيبقى في جزء كده تعمل تعديل على المعمل او حاجه وتعمله سبميت على مايكروسوفت تيم. الطريقه دكتور عمرو ان شاء الله هيعمل لها فيديو يوم او يومين كده تكون نزلت، ازاي تعمل سبميت للحاجات دي، والحاجات دي اكواد بس يعني، لو في اي سؤال بيقول لك ديسكرايب او حاجه من السنه اللي فاتت احنا كنا كل عايزين بس ان تحل الاسئله اللي فيها اكواد، ولو في سؤال تعرف تجاوبه بالكود بس كود بس، احنا مش عايزين وورد يعني. الحاجات دي هتتصحح ومش المفروض ان تنقل من زميلك، وطالما قلنا ما تنقلش من زميلك يبقى ما تنقلش من زميلك، ممكن تسالوا زمايلكم بتوع السنه اللي فاتت، لانه الاكواد بتجي لنا كملفات، هتبعتوا لنا ملفات واحنا هنشوف في برامج بتكتشف الحاجات المتشابهه يعني. فده صفر يعني، اللي قال ولنقل منه ده صفر، فوجب التنبيه عشان انتوا بتفتكروا ان احنا بنقول لكم ما تقلقوش من بعض، ده منظر يعني.
ولكن ناس كتير سقطت في البروجكت سالفة عشان كده. فما تنقلش وتسلم كل اسبوع ان شاء الله على التيمز. الدرجات المادة دي من 150 90 درجة تحريري و60 عمل سنة. 60 دول في منهم 20 شفوي المفروض. هيتعمل شفوي ولا مش هيتعمل لسه هنشوف، ممكن يتحول لام سي كيو في الاخر في مع الفاينل لسه نقول لكم على حسب القرارات تطلع في الاخر. لسه ما فيش اي قرار دلوقتي، انما ده التقسيمه اللي موجوده الى ان يصدر اي قرار ده. ودي التقسيمه اللي موجوده كل سنه، يعني 20 عمل سنه 20 اورال، ودي المفروض احنا ما نقدرش نلعب فيها، احنا ممكن نلعب في حاجات ثانيه ما نعرفش في 20 دي لايحه يعني. بس هنشوف القرار هيطلع بايه. ويفضل معانا 40 منهم 20 متر و10 للعملي و10 للنظري، 10 على الاسايمنتات العملي اللي هي لاب اسايمنتس اللي هتعملها سبميت على التيم، و10 في السكشن هيتعمل بيهم 2 كويز، كويز قبل الميد ترم وكويز بعد الميد ترم، 5 و5 وهيتقال ميعادهم ويبقى معلن قبلها بفتره. فهيتعمل في الفيس تو فيس، حتى هذه اللحظه هيتعمل في الفيس تو فيس. ملم طبعا الكلام ده زي ما احنا بنقول وارد للتغيير تحت اي ظرف من الظروف، يعني ايه السنه الكبيسه اللي احنا فيها. طيب والدرجات دي ما فيش فيها غياب، يعني فيش هنا غياب في محاضره هيتاخد في اي وقت على الاقل بالنسبه لي. انا ما بيهمنيش ان يبقى قدامي زحمه، ولا بيهمني ان يبقى المدرج مليان، ولا اي حاجه من الحاجات دي. لو انت فاهم حاسس ان انت بتستفيد كمل، حاسس ان انت والله الراجل ده ممل مش مشكله ما تكملش، ممكن ما تجيش. الجافا دي والله انا بذاكرها من حته تانية برضو مش فارقه، المهم ان انت تحصل على الماده في الاخر، والمهم لما تخش الامتحان تعرف تجاوب. المحاضره دي حاجه ليك انت، عايز تاخدها مش عايز دي حاجه ترجع. فانا باخدش غياب. وبرضو احنا كان ميزه السنه دي كمان ان احنا عندنا اونلاين، ففي ناس ممكن تقول لك لا انا مش عايز اجي خالص خوفا على الكورونا والكلام ده كله، فده كله ايه مفتوح. ولكن لو هتبقى موجود في المحاضره يبقى ايه زمايلك لهم حق ان هم يسمعوا يعني، فمش محتاجين ان احنا نعمل اي دوشه. الغياب في السكاشن هيتاخد ولكن على سبيل البونص، عشان احنا بنحتاج نرفع درجاتكم. فانت لو مش عايز تحضر اي سكشن ممكن تجيب ال 150 150، مفيش اي مشكله خالص. لو انت راجل يعني كويس يعني مش عايز تحضر اي سكشن خالص دي حاجه ترجع لك.